السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ لقد أخذنا معا الحروف العربية من حرف الألف إلى حرف اللام، واليوم معنا ضيف جديد وهو حرف الميم. هيا نرحب بحرف الميم. لكن قبل أن نتعرف على أصدقاء حرف الميم، سنستمع إلى قصة حرف الميم. هيا بنا. والآن يا أحبائي الصغار، هيا نستمع إلى قصة حرف الميم. ذهب مازن إلى السوق واشترى من المكتبة مسطرة وممحاة، ثم ذهب إلى الدكان اشترى موزا ومشمش ومربى. وفجأة وهو في الطريق نزل المطر، فحمل مازن المظلة. والآن أحبائي، سنتعرف معا على أصدقاء حرف الميم من القصة. هيا رددوا معي: ميم مظلة، ميم ممحاة، ميم مسطرة، ميم موز، ميم مربى، ميم مشمش. رائع، أحسنتم. والآن أصدقائي، سنتعرف معا على حرف الميم وأصدقائه. هيا رددوا معي: ميم مقص، ميم مفتاح. رائع، أحسنتم. ميم موزة، ميم معلمة، ميم مسجد. رائع. ميم ماعز، ميم مظلة. رائع، أحسنتم. والآن أحبائي، قد انتهينا من معرفة حرف الميم وأصدقائه. هيا نقول لحرف الميم إلى اللقاء يا حرف الميم.